السلام عليكم. يوم الخميس 12 سبتمبر 2024. Aujourd'hui, jeudi 12 septembre 2024. الحلقة 404، épisode 404، La triste fin de Mohamed Al-Ash'ashi، numéro 6، نهاية المؤسفة لمحمد العشعاشي، رقم 6. هاد الأيام الأخرى، 10 أيام الأخرى، كان عندي مشكل صحي، ما كانش يمكن لي انا ندير التسجيلات، كنت عيان شوية، درت بعض الأدوية وريحت شوية حتى حسيت براسي اليوم أحسن. هذه الحلقة كونساكري اونتيرمون لمحمد العشاشي. في سنة 2001 ما كانش العشاشي في باله بأنه هو غادي ندير ديك التصريحات وغادي يوقع داكشي في العالم كامل. مشيت شحال من خطرة باش نشوفو، كنشوفو وكنشوف لي زوتر كوليك، كندوز معاهم الليلة، ولكن ما كتجيش لوكازيون باش نهضر معاه. كنت باغي نفرقع على الرمانة في الحقيقة. دوك فاش خرجت ديك التصريحات ما عرفت باش تبدا. ايميدياتمون ابري التصريحات الى فيتي بيبليي le 29 juin 2001. Ou dès le 29, dès le 28 juin, Sahafi Qadir Stephen Smith, bda kiyexdem lxedma dialo مع لي ميزون دو تيليفزيون فرونسيز، مع لا ميزون دو تيليفزيون ألموند أرتي، ومع لي زيديتور دو ليفر. في هذاك لو موا ديال جويي كان تيخصو يكون كمل هادشي كامل باش تكمل داكشي كامل، تيخصك والي والي سك المعارف لي كونيسونس بارتو. ستيفن سميث كانت عندو دي كونيسونس مع قاضي التحقيق جون باتيست بارلوس، مكلف بالملف ديال بنبركة، كان عندو دي كونيسونس
مع الصحفيين، مع العشرات ديال الصحفيين الفرنسيين اللي كيخدموا في، كنشوفوهم دائما في ال 3 ولا في تي اف 1 ولا فرونس 2 ولا فرونس 3 ولا في ارتي. هاد ليكيب ديال الصحفيين جاو كلهم من المغرب في المواد جويي، وتلاقيت معاهم انا سريا في الليل، ودرنا تسجيل في الليل في واحد لابارتمون في شارع الجيش الملكي قريبة من أوتيل المنصور، واحد لابارتمون فيها تبقى ديال العمارة كلها. هاديك لابارتمون كانوا فيها غير لي تابلو، ولي شوز دو فالور، درنا تسجيل تقريبا تو لي دو و تروا جور. كانوا كلهم هادوك الإذاعات عندهم تسجيل ديالي، وكانوا كلهم بداو كيدوزو لي زانترفيو ديالي، بداو يديستريبيو لي فوتو ديالي كلهم نهار وليل. وفي نفس الوقت درت التسجيل ديال هذا في الرباط ديال الجزيرة، تسجيل في 6 ديال السوايع، غادي يقسموه على 6 الحلقات. هادوك الحلقات غيدوزوهم او كورون دو مو دوت. ملي كنت انا في عكاشة كانوا كيدوزو هادوك التسجيلات. Avec les éditeurs, Stephen Smith, دار الواجب ديالو وتصبيهم كاملين. Ce qui fait, au courant du mois de juillet 2001, كانوا لي زانترفيو مسجلين، وكان لو شوا افي ايتي في بور ليديتور. ليديتور روتوني كان هو ميشيل لافون. لي زيديتور كان عندي لو شوا ما بين 3، اخترت منهم واحد، اخترت منهم لو بليز افونتاجو بور موا. هما لي ميزون ديديسيون كلهم بحال كلهم عندهم
لي ميم زافونس تقريبا، وكلهم يزاكورد 10% à l'auteur et 90% à l'éditeur. ما سنيت الكونترا حتى عرفت بأنه هو راه افيك تو لي زيديتور كاين لو ميم بورسونتاج 10% هي اللي ريزيرفي ليديتور. من بعد كان صعيب بزاف، على كان مستحيل على محمد العشاشي باش يتدخل في هاد لافير اون فرونس. مازال كوفاش كانت في المغرب كان يمكن ليه يتدخل، ولكن هي اون فرونس صعيبة عليه. اللي ما بقاش لي فيه يدخل بقى فضل يمشي للمحكمة، ويبقى في المحكمة باش يمكن ليه ياخد مني داكشي اللي بغا بالقوة. ولكن القضية ديالو في المحكمة قد تجرجر ملي دخلت السنة ديال 2002 في المواد فيفريي، خرج الكتاب ديالي الأول لو سوكري، خرج اون فرونس اللي خرج اون فرونس لو جوج دانستركسيون جون باتيست بارلوس هو اللي خدا لو بروميير اكزومبلير ديال هاد الكتاب. مع لو مانيسكري ديال هاد الكتاب اللي فيه 960 صفحة، وهاد الكتاب لو سكري اللي فيه 343 صفحة، لو جوج دانستركسيون كان عنده ما يدار بهادوك لي نوفو زيليمون. لو مانيسكري ديال 960 باج، والكتاب ديال 383 باج، 343 باج. من خرج الكتاب محمد العشاشي avait été mis devant le fait accompli. ما كان يمكن ليه يدير حتى شي حاجة، وتقول قام انت هو تيخمم شنو هو الحل. فهاديك الساعة محمد العشاشي كان وقف شراب
وكنتبع ان تريتمون ميديكال. غادي يستمر بحال هكاك، حتى قربت الرأس ديال السنة ديال 2002، بان لي ما كاين حتى شي حل. بانت لي بني على الظلام قدامو، وهو اختار الانتحار الصفاصون. إلى أريتي إيميدياتمون لو تريتمون ميديكال و بلونجا دون لا كونسوماسيون دو ويسكي، كان كيشرب بزاف الويسكي، وبقى تيشرب حتى كان كوما. بقى شي ايام في الدار ديالو ما بين العائله ديالو ولي ميدسان ولي بروفيسور كيتبدلوا عليه في الدار، ولكن ما فاقش من القلبه. دخل له مواد جونفي 2003، توسط بالاستدعاء ديال قاضي التحقيق المغربي عبد القادر الشنتوف، اللي مكلف بلافير بن بركة في المغرب. اللي مكلف بالاكزيكيسيون ديال الانابه لا كونفونسيون فرانكو ماروكان، لا كونفونسيون جوديسيير فرانكو ماروكان ديال 1957، اللي دخلت اون ابليكاسيون من دخل ملي دخل اليوسفي عبد الرحمن اليوسفي الحكومة كوزير أول، الحكومة ديال التناوب في سنة 1998. الملك عين بظهير ملكي قاضي التحقيق اللي مكلف بلافير بن بركة في المغرب، قاضي التحقيق الوحيد اللي مكلف بلافير بن بركة، سي لو سول اي اونيك جوج دانستركسيون شارجي بار ظهير رويال دو لافير بن بركة في المغرب. في لافان ديال لو مو دو جونفي اون امبيلونس غادي يبقى ترونسبورتي محمد العشعشي على لوبيتال دو الشيخ زايد في مدينة العرفان في الرباط. لي مامور دو سا فامي يزاو معاه، دو تري نومبرو بوليسي دي سيرفيس سبيسيو
جاو معاهم ايغالمون، كان لوبيتال الشيخ زايد عامر غير بدي بوليسيي، غير بدي زاجون سكري. الوقت فاش كان محمد العشافي في لوبيتال، ملي جا لوبيتال جا دون لو كوما، معقلش، داروه سو لي زاباري في لوبيتال شيخ زايد، ولكن عمرو ما تكلم وعمرو ما فاق من الكومه. الزوجه ديال محمد العشاشي غادي دير واحد التصريح، الاطباء والستاف ميديكال ديال الشيخ زايد بانه هو محمد العشاشي il a perdu la raison de vivre depuis les déclarations de Ahmed Boukhari. Depuis les déclarations d'elle publiées dans Le Monde le 29 juin 2001, محمد العشاشي avait perdu patience et avait préféré se suicider que d'affronter la vérité. هاد الكلام اللي قال الزوجة ديالو عاودات قالتو شحال من خطرة devant des témoins. من بعد واحد 10 jours environ محمد العشاشي n'a pas repris connaissance. Il est décédé en février 2003. Il est décédé en février 2003 à l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat. Après la mort de Mohamed Al-Shashi, après le suicide de Mohamed Al-Shashi, la famille Al-Shashi, surtout les enfants, diront que nous barrions et diront abandon les poursuites dans le procès du tribunal. Quand Tassoubina, le Mohamedi, Mohamed le Bouhamidi, ou Haoulit, il dit un arrangement maintenant. Voilà qu'il était trop d'yel. ديال يمنى، يمنى هي الأم ديال محمد العشعاشي،
دخلات وقالت لهم البخاري ربح على ظهرنا 300 مليون، تخصنا نربحو على ظهرو 300 مليون. ولا بدا، ما بغات تسلم في البروسي، كدنو راه في لفة، راه في لفة دي بروسي، غتلقى 300 مليون موجودة. بقى لو بروسي متبع متبع، وبقينا كنطلعو ونزلو في المحاكم لعدة سنين حتى 2006، تل ديسمبر 2006 اللي كان مكلف هاد السنين بهاد البروسي، وهو قاضي القاضي مصطفى فارس، مصطفى فارس اف ا ار او اس، هو اللي كان مكلف بهاد الملف. هاد السيد عنده سمعة طيبة، وكان غادي بلو بروسي مزيان، زرر شوية على قبل كنا كنطلبو لا كوبي اوريجينال ديال واحد لا نوت دو سيرفيس بكونسيرنو. هادشي هاد لا كوبي اوريجينال ما قدراش توجدها لينا إدارة الأمن الوطني، عينا ما نتسناو. وفي الاخر السلطات العليا ديال البلاد غادي يعطوا الملف لواحد القاضي، واحد القاضي اخر، ويعطوه معاه تعليمات باش يحكم فيه في اقرب وقت ممكن. فعلا غادي يحكم فيه في أقرب وقت ممكن، وبودين سمان هاد الحكم اللي كان، وهو شهر ديال السيرسي، شهر ديال السيرسي، و150 ألف درهم كدوماج ينتيري لمحمد العشاشي الورثة ديالو، ولعبد القادر سكا، ومحمد المسناوي. المسناوي مع سكا كانوا غير مجرورين في هذه القضية، ما بغينش هذه المحكمة، ما بغينش هذه المحاكمة. كانوا بغين يلقاو واحد الحل سلمي لينا جميع، والولاد ديال محمد العساسي كانوا كبار في هذيك الوقت، وعيهم ما تجرجروا في المحاكم، ما بقوش بغوا المحاكم. ولكن ملي كتكون في دونزان بروسي بزمنك تكمل، بزمنك تكمل. هادشي اللي وقع
في هذيك السنوات. غنوقف هذه الحلقة هنا، إلى اللقاء إن شاء الله.